حملة أمنية جديدة بتعز انتشرت هذه المرة في شمال المدينة، أطلقت وفق بلاغ شرطة المحافظة بتوجيهات من المحافظ نبيل شمسان بهدف ملاحقة عناصر مطلوبة أمنيا. وأكدت مصادر أمنية انتشار وحدات أمنية في عدد من شوارع وأحياء المدينة. كانت تعز قد شهدت تحرك حملة أمنية للقبض على مطلوبين بتهم ارتكاب جرائم اغتيالات، إلا أن الحملة التي انتشرت بالقرب من المدينة القديمة والمناطق المجاورة انسحبت وعلقت عملها بعد توجيه من المحافظ على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن وكتائب أبو العباس، والتي أدت إلى مقتل مدنيين وجرح آخرين. وبحسب مواطنين فإن تلك الاشتباكات تسببت بإلحاق أضرار جسيمة في ممتلكاتهم ومنازلهم. انتهت المواجهات بين الأمن وكتائب أبو العباس بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في تهم وجهت للحملة الأمنية بارتكاب مخالفات خلال انتشارها الأمني، ولجنة أخرى من السلطة المحلية استلمت وفق مصادر إعلامية مجمع هايل الذي كان مقراً رئيسياً لمسلحي كتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً والمصنف زعيمها ضمن قوائم الإرهاب. وفق مراقبين فإن تعقيدات السياسة بتعز تعرقل مسار التوجه نحو الدولة، فالحملات الأمنية تتوقف مع كل تقدم تحرزه باتجاه القبض على المطلوبين أمنياً، ومع اعتراض آخرين على الأخطاء التي رافقت الحملات الأمنية، إلا أنهم يتخوفون من أن تنتج سياسة إطلاق الحملات ثم إيقافها عن استكمال مهامها إلى بقاء المطلوبين أمنياً كقنابل موقوتة تستخدم في نطاق فوضى موجهة.